السباعي الناطق رسمي باسم حزب الحركة الشعبية. اليوم حزب الحركة الشعبية ينظم هذا الحفل الكبير بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 1973، اللي هي لحظة بقدر ما هي رمزية ولكن لها أبعاد تاريخية، أبعاد حضارية، أبعاد ثقافية. كان أملنا ولا يزال منذ سنوات ونحن نناضل من أجل هذه القضية الأمازيغية أن يكون الاحتفال اليوم رسمياً وعيداً وطنياً مؤدى عنه، ولكن طموحنا لا ينتهي، ننتظر في السنة المقبلة أن نحتفل رسمياً بهذا العيد الوطني إسوة بعيد السنة الميلادية والسنة الهجرية. ولكن رغم ذلك نحن لا نكتفي فقط بالأبعاد الرمزية لهذا اليوم، ولكن نعتبره محطة لتقييم المسار، تقييم مسار نضالنا منذ 56 من أجل القضية الأمازيغية، مرورا بمجموعة من المنعرجات للتأسيس للوعي الهويات الأمازيغي في إطار مبدأ الهوية المتنوعة في وحدتها. واليوم ولله الحمد كما تعلمون بفضل نضالات حزبنا ونضالات المجتمع المدني الأمازيغي وبفضل الرؤية الحاكمة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحققت عدة مكاسب للأمازيغية وتم الحسم في المرجعية الدستورية والقانونية من خلال ترسيمها كلغة رسمية في الدستور ومن خلال إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لنكون بذلك قد عرفت بلادنا تحولا استراتيجيا في مقاربتها لهذه القضية. واليوم يطرح بقوة سؤال التنزيل، نفكر اليوم في المرحلة المقبلة كيف يمكننا أن نحول الأمازيغية إلى آلية أساسية من آلية التنمية البشرية والمجالية، كيف يمكن للأمازيغية أن توفر أن تعزز الديمقراطية وأن تعزز المسار الحقوقي لبلادنا، لأن الأمازيغية أكبر من أن تكون لغة، أكبر من أن تكون فقط ثقافة، لأنها نمط حياة، هي دعامة من دعائم النموذج التنموي وأس من أسس المجتمع الديمقراطي، المجتمع التنموي الذي نسعى جميعا لتحقيقه. اليوم نسائل الحكومة حول مقاربتها، نسائل المجتمع المدني أيضا عن مقاربته، نفكر أيضا في تطوير مقاربتنا كحزب الحركة الشعبية، لأنه كما قلنا كنا نطرح سؤال كبير في المغرب، لماذا الأمازيغية؟ اليوم تحول السؤال لماذا لا الأمازيغية؟ الأمازيغية هوية، نحن نؤمن كحركة شعبية بالتنوع الثقافي واللغوي، وكيف يمكن لهذا التنوع أن يساهم في بناء الأفق الجديد. الأفق محمد الحموش، قيادي في الحركة الشعبية، برلماني عن دائرة خميسات والمس. اليوم كنحتفلوا يعني بواحد الذكرى، بواحد المناسبة اللي هي السنة الأمازيغية، وكيف شفتوا اليوم كاين واحد الفرحة عارمة اللي كنعبروا عليها، على الفرحة ديالنا يعني بهذه المناسبة. وكنتمنى أولا قبل كل شيء أن يدخل هذه السنة الأمازيغية على جلالة الملك بالصحة والسلامة والهناء وطول العمر إن شاء الله، والمغاربة جمعاء بازدهار والرقي إن شاء الله. فنحن تنحتفلوا بالسنة الميلادية في كل سنة، وأصبحت عندنا يعني واحد الثقافة، عندنا رأس السنة وهي السنة الميلادية، في السنة الهجرية أو السنة الأمازيغية كنعرفوها غير إلا كان فيها شي يوم عطلة ربما. فاليوم حل الوقت، حل الوقت، وبما يعني لديها هاد الأمازيغية بعد كريسها يعني الدستور، اليوم جاء الوقت باش تعطى لها الحق ديالها واللي خصو يتعطى لها احتفالا. وكذلك حنايا في الحركة الشعبية تنتمناو أن هذا اليوم يكون يوم احتفال وعطلة مؤدى عنه، وهذا دعينا له احنا في الحركة الشعبية في الحزب ديالنا هذه سنين، وحنايا اليوم كنعتبروا راسنا يعني في واحد العرس وفي واحد الهدف اللي كنا كنصبوا موراه، واليوم يعني تحقق هذا الهدف هذا. فمرة أخرى أتمنى يعني كما قلت بهذه المناسبة
سنة أمازيغية سعيدة وعلى جلالة الملك والأسرة ديالو الكريمة، وكذلك الحركة الشعبية بأمينها ورئيسها وقيادتها، وأتمنى لها الازدهار إن شاء الله وأن تتفوق. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.